نفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عددا من الشائعات المنتشرة في الفترة الأخيرة، أبرزها ما تردد عن عدم جدوى الزيادة الأخيرة المقررة على السلع التموينية والتي وصلت إلى 50 جنيها بدلا من 21، بالإضافة إلى توضيح زيادة المعاشات التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية بنسبة 10%. ونفى المركز صحة ما تردد تأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية، بالإضافة إلى نفي نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات خلال 8 أشهر.